بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وعشر كي لببقل صدني كوبات كمدة من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الصوم بين كسو جري، باب جواز الصوم عبابها إلا صمائن بنانتها يو الفطري أفركن أنو بنانيها في شهر رمضان بشهر رمضان قده إذا إلا الصوم أما الله أفرين بنانتها يو بنانتها أفر يصوم بأ للمسافرين كالسعداء يسفرها في غير معصية سفرا معصية هاي سفرا دنبي يحمان لقد البين نك السفرة صوم كانوا صوم كراه ونافر كراه. إذا كان سفره مركو سفر كسوية هاي مرحلتين فأكثر لبا جيد السعودي وحكى بضان مرحلتين فأكثر. وأن الأفضل سيدة فضيق بضان نوينو يهي لمن أطاقه نينك صونك أو ذا بلا ضرر لبات الآن أن يصوم إنو صومه يعني العديو قفك مسافرك إنو صوم أودك حقا أن كل باتون إن الصونك إنو صوم أفضي بضان. ولمن يشق عليه نينك صونك لبا يمركو سفرك يهينا وحا أفضي بضان أن يفطر إنو أفره نينك صونك لبا ينين مسافرة إنو صوم أفضي بضان نينك لبا ينا إنو أفر أفضي بضان إنتا إن العديو أنت نقود قال إن عشرك مهل مسلم بروشيننا وكل قل مسألة دي حال إن صوم الرئي أهيت قفك واجو بريسو جناب قبة إن وصوم كرو حقنا وقبيسنا يبعط طلوع الفجر وحال مد والله حكم هوين إذا ليكو كجو أي هبين نمو لكن أن جانس أهل أي قبيسته إلى واجو كبري هاي أيضًا هو يصوم مالنكاس مركو واجو برينا ويقبيسن كرتا وحال مدة قبر دي دلمت وكجو أي إنه فصدا أيضا رصيد وكله هتودي جهبين ما كجو لكن أي كجار ويدني قبيسته قبل طلوع الفجر أما أيضا كجار كتبا يدبو دكتو سيد حائض ضا يجنب كيلمتها أيضنا ومركو واجو بري قبيسن وين الصومي سه خلاف ما أنا مسألة كجرا سيد تيار حال أن صوم الركلي مسألة مركا إن سفر كصلاة لوجا سفر كلو أفرج لجو قيدو ولجو دبرو سفرا معصية أهين سفرا معصية أهين ومذهب مالك والشافعي مالك الشافعي شافعي باقبائي عدك تاجر سن أبو حنيفية داود نعلي الظاهري أنت تاجر سن وحيلي واسكمت سفر كم معصية هالنقضو أما سفر حلال وتجارة هالنقضو أما مد واجب وجهاد هالنقضو مد صناعة هالنقطة مد حج هالنقطة سفر ودنبا وحاوي صلاتنا والله قابن صونكنا والله أفري كراه لك لقادم ما هي معصية معصية الآن قياسك وحكينيا مذهبك حنفي ذو حجنيا مذهبك حنفي ذو حجنيا وسيو حجنيا أيقا وحسكوا فقصيه مذايب تودنبا أفرت مذهب وحسكوا رعزيه هدونين قاطعوا طريق النقطة مثلا قاطعوا طريق بالنقطة كدب نوال لقبتي أما إنه وحبول يضو حدود دوني كدبنا أنت اللي قبطي بالله العيي آد بالله قرعي أما لو تشدلي أما لو بهبهي حمرك أود وإنين كاس سال لو تشدلي حنون باقبطي ومسلت وكان كرين صلاة استاقو سنكت وكان كرين صوم كنا وسن سومي كرين ما سومي كرو حنون كدرتي كسو قاري قرعي اللي قرعي مركو برعت كأها أما ربطيف كأها أما ذلك إنه حكدا عودوني، أما هيره وبود فراهي، تلا قبطي بال يلا تشلعي، حنوم بوك قاضي ديل كاس، وسن استاكو تكن كرين حقنا، صون وسن أودي كرين، مرض كوام حمار كوام مرضه معصيو، حنوم كوا حنوم كيمد معصيو، نين كاسجا وحيسكوا فقسين ودادوه صلاة إنه فرد كت كن، صون كنا وسن واجب كو أهين مركا أيده ومريض هدو مركو سوعة في ماذا أم سوق اللينية وحقدق قليا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وكانت فانتين بيلتها مركا سفر المعصية إن لو قياس قطي أهيد مرض المعصية وكما يتفهم إيسا مرض المعصية هي سفر المعصية محاول بحي ما أسكم
نين كان حنون صدي حنون معصية رخص كي روح المريض كورن بالسي كان سفر المعصية أنا وين لسيو رخصة المسافر ك القياس مركب ومذهب الحنفي وحوجنية لكن شافعي المالكي يظهر الكتاب من غير باغ ولا عاد ملك الا ادين ومبابك انكو عادين بالا ادين انت انا فانتن مربه. حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد وقتيبه وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن شاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود الهذلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اخبره ابن عباس باشيغي وذات كعبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إنه بحي عام الفتح سنة كفرشدة في رمضان وبحي سنة كفرشدة مكلا فرتي وسنة كسديداد هجرة أها أي النبي وبحي ومدينة كبحي رمضان وطبنة سيد الله بدنيا بش رمضان وبلتي ومانك طبنات مريسة أي النبي وكسر عضال وكسفري مدينة ومكة هذي للفتح والغزو والجهاد فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان مركو بشيء حتى بلغ إلى وقاري الكديد ماشى الليلة هذا كديد لنك مدينة يسودو ذا هاي وميل مقعد حق مدينة سوحك تا ثم أفطر وأفر نبي مدينة كبحي دور مال مدبس يسعدي ماشى كديد الليلة مركو مريو يو نبي وأفري قال الزهري وحيري قائلك هو الزهري رواية ضنبع عضين دونته وكان صحابة رسول جمع صاحب وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد أصحاب سوحي هاي يتبعون كو الرعو قاته الأحدث كل بك عصب الضنبية فالأحدث كبوك قدم بي ومن أمره نبي أحكام تزي رقن كيساء من أمره أي من شأنه قولي فعل با أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أقواشيسة أما فلل كيسة كلبك كأدن بي كلبك وقدن بي قبسن شرين أو كلبك من شرين محايا إلي عهد التشريع بالقود شراء شراء عدي بالدقيسة أحكامته وحلك لبدلي كراء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وي إن الله يحدث من أمر ما شاء وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة وكلوه بركة كل برق برق قدم بيو يقول بقول قدم بيو يفعل بفعل قدم بيو قبسن جرن يكدق من وهذا من فقههم وفطانتهم في الدين وصحاب من دايضه. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم الحنذري عن سفيان بن عيينه عن الزهري وجدد مركز سنه كان اسو عليه وين عدي امامك سفيان بن عيينه انه متابعين ويقول راعي حديث الليث بن سعد عن الزهري بهذا الإسناد سنة كانوا كوري ابن عيينة عن الزهري مثله مثل حديث الليث ابن سعد عن الزهري قال يحيى وحوري ابن يحيى النيسابوري قال سفيان ابن عيينة وحوري لا أدري مؤق مرقرني من قول من هو ويردن أطومرتين وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وآله وسلم ويردن أيضا ما من كلام الزهري به ما زهري با سدا يدي مس زهري شيخ يسوع اي ارضي عفوا شيخ يسوع عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه يدي لبدا ميدون وياد الا سفيان لبدا ان با كدنبيه زهري اما عبيد الله لا ادري موغي لما غرانيو من قول ام من قول من عفوا من قول من هو قفك وركيسو سدان او يهي سدان يدي غران ما يبل يعني وجيدا وقولك قولك حكودا وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله وكان يؤخذ حال قادنشر ولا قبسنشر وصحابته قبسنشرين بالآخر كالضنبية من قول رسول الله أي من فعل رسول الله قول بالله إطلاقي والمراد أعم منه وحسا كعام سنبان اللوجي ذا أعم منه باللوجي ذا من قول رسول أي من أحكام رسول الله باللوجي ذا. حدثني محمد رافع النيسابوري القشيري حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد زهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قصده مركه فتح مكه ابن عباس مسو قارين حيالي لما تشوف قب تشوف ما هاي ومرسل ومرسل النبي كبحي عليه الصلاه مدينه كبحي مركم ماشى مريا افري الى ام كفرنا يحلقها اسوى ابن عباس مكو قصه نواد قرنيس
اسغي آلكيسي ابيه مكه مركا ايدا كوسغناين هوشا والله سوتان مركو وا مرسل صحابي صحابه كلي النبي قال له سيده جابري ابو سعيد صحابه كلي النبي قال له انس رغاس وكخيغنيا تا اسكا اوغاد مد لبات مساله ده وحال قبسن جري هضبكي دنبيه حكم كان النبي عليه الصلاه والسلام ومركا هوشو اي نقطه من باب الناسخ والمنسوخ او كدن بين الناسق ياي كورونا منسوق ياي اي عاداتو لوغادو اما ترجيح لو باهدو جمع سوره قلي وايو جمع الا جمع سوره قلي ويدو مركا كدنبه او خوق بدنادو مركا ساسا لغا وداي ما هدي غوربا كدنبه با لا قبسن جرو وا لا توري جري على هذا الاطلاق وحقبه ما جرو. قال الزهري وحو يري وكان الفطر افرد صونكا الا افر سودالكا دحديسا وكان الفطر في السفر هذه سفر ليها إن لا أفرو آخر الأمرين لبدأ الرموت كي أدن بيبو أها نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو أصغو مسافر الصوم ويدع جرتي لكن وحا أدن بي مربها دو سفره إنو سر رمضان سومين ساسو لزور كولية وإنما يوخذ وحام لقب صدا ولقاتا من أمر رسول الله رسول كلاي حال كيسي حكم كيسا بالآخر كي دنبي فالآخر كبك وقدم بي. قال الزوري زوري وحوري فصبح رسول الله انت انتم ومرسل ومرسل حي زوري هوشان النبي كما قال عبيد الله بن عباس بكايا فصبح رسول الله رسول كلاي بوا بريستي مكة مكة كوا بريستي ارب قلي لثلاثة عشرة ليلة صدح يطبن هبين خلد من رمضان صدح يطبن مكي رمضان تكتي أيو النبي قم مكة قلي بولي هاي مرسل كان مركة زهري في صحيح مسلم دعي وحا وصليي أما إسنادي أحمد في مسنده لبكن شنبقل أفرتني يتضب بخاري نووريا أصوغ مركة أن قيبت مرسل كأن ودنين أن ودنين وحنا مسلم أكيان للاختصار سوى دوحور وحو حجيزانيو وحديث كمسند كموصول كقيبت مرسالة أتيس حجة كما مقدمة قصر الشيغي لكن سيد حديث كوة يمد بأوكياني ففاين كان لمسي قلين سيد اللوب بدن يهي مركز تنوى اختلاف الرواد وي سيد اللوب بدن يهي نبق وحوق قلي مكا سغالي طبان كرمضان بو قلي سغالي طبان كرمضان إنو قلي بقى اللوب بدن يهي طبان كبشو صوبحي سغال مال موت بو السعودي سغال مال موت يقول أحد كتير ولا بس عد ريا لكن سعد كعادي جاء دوري توم بوقاتا لبويك بوقاتا ما يجي دم كذا صعدة كم رئيسا مكية مدينة تطبع بالور ده يكر رعدا أتك قدين إيسا أما باقي بقى تجي إسان أما صدح صعب وش سعون إسان أفر صعدة نمان كوالا رعدا يجي باب كوتا إذن بركين أنتو أروت كقر عظم مكان مدينة وأتنا ظهر كتجهي يعني النبي وحكوس يجري لبوا أصبع السعودة يقول بعيدا ديرين هيا إذن ورواية أغو قابن رواية أغو قابن وي إنك صحابتك أولي رواية وحال أرنك فصبح رسول الله مكة لثلاث عشرة ليلة خلد من رمضان ورمضان كد من تهي بل غوضة خلد مضط بيؤكتا ومعناها سأصل لغو حنبارا لكن وي كد من تهي ومركة تضبيه التوانكي مركة آيت بوصوك عليه وحدثني حرملة بن يحيى أخبرني وهب عبد الله أخبرني يونس رواية ضم بحوكي إنه معمر متابعين إيو ليث من سعد سيد ابن عيين وكالي تنو حوكي يا ضمبين هذا إنه يونس ومتابعين يا ودادي كوري عمل شاب الزوري بدل الإسناد مثل حديث الليث فذكر يونس وحوش قوي حديث كي الليث وكالي قال ابن شاب وحوري فكانوا صحابة وحي هايين يتبعون كوي الراعة أما قبصده كدقة الأحدث كالضنبية فالأحدث كوكو كالضنبية من أمره ومن أحكامه وأفعاله وأحواله سبحانه ويرونه حوار كجرين الأحدث كالضنبية كل برقا كالضنبية وحوار كجرين الناسخة بابية إنو يهي المحكمة إلو قدق مهايو إنو أصغو يهي حكم كو الضنبية نسخي ترتري وحكوري يرونه أي الأحدث الأمر الأحدث قضية أمرك وتلمام يزور أصو وكتجي ومسألة مهم جدا إلا برا وشزانا نقول له من مسألة ده مرة ضد مسافر تهاي ترجمة وطوم مرتين ونوي حكسوي لي
مر بضد مسافر تاي او سفر قشو سفر صلاه الله قابين كرات قشو وحاكو بنان انات صونتو وحاكو لوكو بنان انات رخصه ربي قاضتو اسكا افرتو حق كيبا فض بدن الا افري الا صومن وحكزو يري قدو صونك كودي بيانا انات افرتا كو فض بدن هدو صون كودي بينو قاديد اسكا ساران تاما ديارات اسكيغا تمشلين ايسانا إنات صونتا كو فض بدن سفر كصونك الله افورا هيانا وسفر انا هين سفر معصيو يعني سلفانا الى تا السفر معصيه في السفر هي سفر معصيه وكل دوين سفر حلاله هذا هو قصد اما جاد اما حج اما عمره اما تجاريه وحس كبنان يزياره هذا مسلمين صوب وقنا يسو اوب حضي هدي اتخلط احلى قصه ما يسو تعلق معها الله ومعصيه في السفر لكن سفر المعصيه وما هي وسفر كمرك ورد عرون يسد بالله يسد او تلقى شيء معصيه اذا بدرات تسميس كاسوي كلقى الله مساله ذا مرك رمضان كا ومساله ذا بدون سلف كان عندك خلافه صحابه هي التابعين وحي ابدين اثار تكتم مكه للدبقل والمذاهب تافر تامر ادوك هذه الزو صحابي التابعين وحي ابدين سفر مر بهدات هاي رمضانك وقبطو إن هذا صوم كريم ما هذا المسافر تاي ما بنانو إن صونتو رمضان سفر كذا كلس صون سنة واتك صوم كرتا ندر يا وات ثمين كرتا قضاء يا وات ثمين كرتا لكن رمضان لما صوم كرا في السفر بي أبدين صحابي تابعين تو بل بركود بوحي أورنجرين رمضان سفر لغو صومي وحي كدق أنت هاي أذو النقي أو حضر وقول قادي تشوغو أفري ورمضان صومي واي معاصي بركود وارك جرين وشا أيضا إليتا ظاهرية دون السيدة سيقوت تقيس خاصة من حجم المذهب كاسو مري قضية داية مذهب كاسو نص عد وبرن هيا لما هيو وقادة مدى أيضا حديثكم حافظكم ونص في المسألة وان قاردونا ظاهر كتاب الله هي ظاهر النصوص وحي تاجريا مذهب كابن حزم ظاهرية ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بالي ربي تاجي لما كلا قادين انو كدبو انو كدبينين انو معصيه هي انو سفر حلال هي حسابات كي تفصيل كا وإذن كي تشيب كينا لإذن ليه أو على سفر محال لغا لغربا فعدة من أيام أخرى فأفطر أي فأفطر وتقدير تشيب كينا إذن جادن وذا دها إذن لي إذن لمغا تفصيل كم مرة إسان فأفطر قد تنصمه أو على سفر فأفطر فأفطر حقيقة طالبين حديثنا كصبحي كتاب كان كاكين والأصل عدم التقدير ورك ورسالا ما مسألة فضي ستانوي نينكي أسوق مسافر رمضان أو قبطه أما رمضان تحذيب السفر عريوب باللعبة إسكان أفورة نينكا إنسان واحد دنبي على هاي رخصنا قاطي ومسألة إجماع نينكي لك أسوق مسافر رمضان صوما إنو كأصحي إنك لو مسألة خلافية ما فهمت معناها هذا فهمه وحن قال الله بريان خلافيات كتعشي إن الخلافيات كن خلافيات ستة أو خطبه لغو إجماعي عربي هذا لغو خطبة إن أي أصح هذا أنت تكتك تي يا ضم مضو حسن كجلسة مدل إسكوها يستو إن أي أصح يصير إن كلو لقى أقبلها يو إن الصومال لغو خطبة أفعل جميع وهابي هذا محمد هذا قناها بين تعيش هاي خلافيات صومالي بدوتي نيكا صوغ مسافر سفر كهان نغضو سفر رفاهية هان نغضو تمشلين هان نغضو وحدون هان نغضي رمضان او قبطو هدور رمضان كي سفر ككل حصوم انو اصحي ومسال خلافي عمام بضم بغتون سنة اصحي ان قضاء الله قارب محايل الهي باكولي كولي فعدة من ايام اخرى آيات ذا سورة ماشي تعالى مد الله بالحكم حاجة كله يالله
ليس من البر أن تصوم في السفر، وحديث صونه في الصحيح ليس من البر أن تصوم في السفر. وحال لقوا هذا نكو دبيو سياق لو حين هي وحب الله فينا يا ويدك كيف كنا لذي الله نص قرط بنا قف صدا نص صدحات قل يا كصوم أي سفر دحذي ينوي حكيد أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة نين إسكاء فرمي لغو عنانتي أما الإسكال الذي أما التعليقية مجر لا حديث ولا آية صهاية إن سفر لغو صوم رمضان إنو فد بين مجره وأن تصوموا خير لكم ومسالك سوقكم لها سفر كصوم كشغلكم لها آية وحكاة ليس سوء أخرى القرآن سوء تبغر واتق آية بقول سيدة تنمية وحكاة ليس صوم كوهو أدو القروة الإسكتشوهو أذكى أفوري جرتك دمنا راشين كلا بحين جري هذا دون تنا أثوم يسي مقاسة وحي فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا إذن راشين بحين إذن قريها اسكفر ليا أو ثونتان أيا خير لكم في دين إذن كخير بدن سيزا لقال حكم كانوا حكم منسوخة بالإجماع في إلا في الشيخ الكبير يدرك لها المال الثمرتين مميين صدح ذا النص بين من كان لتاقيين مثل كلام ويكحوا جينه وحيدة هذين الغالب وامحي الغالب حاوي الصيام في السفر ومشقة الحرج ومضنة الحرج انت بانينك رمضان سفر قصوا موارد باتوضا وما جعل عليكم في الدين من حرج والحرج موضوع في الدين هوشا اسكو غادا رقا مركز سيدا قباو حاكم الزهري تابعين تابعين فرب بضان باسيدا كتبي سحابة بضان باسيدا كتكتي قضية مركا النبي كوتر جميعي هفوضي سنين سيدا تضوقا تهمود أصل مركا هدين لي تنوى إجماعيو تنى خلاف باكوجه كايدين رو مرادات سفرتان صون صناع إسكا صومة مد قضاء من ندار الذي ما هيس لكن رمضان هدوية سفر ناد قشان رخصة إلهي قاتا شو قبح ذان صون كنو أصن مرن أقلين إتا وإنا برا الجوان ربي سيدنا خلط كلو إيمان إلو بكرا. وحدثنا إسحاق إبراهيم أخبرنا جرير عبد الحميد الضبي عن منصور المعتمر عن مجاهد بن الجبر عن طاووس بن كيسان هذا وحور ربي إمامكو وذاتك الزهري أها إن متابعة أوكينا زهري عن ابن عباس بين صومر هذا نوى طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال وحور ابن عباس سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بالسفر في رمضان قديس السفر فصام النبي وصومي حتى بلغ إلى وقال عصفان ماشي عصفان حق مكي حكتا أيضا وميل حق مكي حكتا عصفان ثم دعا النبي عصدوية بإناء ويل فيه شراب بي يكتران فشربه نهارا ما ينبو النبي عبي واقينا مكبرين وصومنا نسكور وصومنا محصاوية ليراه الناس ولو نبي انتو اجتاقي وعيدن كدنب السوق قاري كو دنبان كو هرن اجتاقي دادكو أركاي أيو عبي زي أقود دايدان نبي فال كيسي كتش على ينسحابه دو مركي ربان يقود دايدان قول كيس وقول كو حدو يجري إذنكو إذن دانين ايا إذنكو نبي إذن دبعين ايا سودا أساقو ييلو بنو ييلينا بي أورنجري ثم أفطر مكة النبي أفري ثم حتى دخل مكة إلى مكة قال أنت الدنب مرق النبي عليه الصلاة والسلام موسى سومين وي النبي عليه الصلاة والسلام لوقي هاي لبر رمضان بسفر قال من نوحوها يوم بدر واذكرنا إنسان من نوها فتح مكة سفر دمو النبي أوس سفر عليه الصلاة والسلام أو رمضان وقصوا بدك من متشره تاو قادة وحي مركز زهر كولي يا هاي نبي وحا أدن بفالكيسة إنو سن رمضان سومن في سفر رمضان قصوا بيك ما سفر نبي محمد محا أدن بي فتح مكة فتح مكة نبي قيب تورنا وكيسو سوما قيب تنبنا وأفري نبي قال لبيس حالا محا أدن بي إن سفر دحدي آن لسومن رمضان زهر ماشي وصعد واتفانتي هذا دليل إذا وحناه إن سفرك يلو نبي يقول رمضان إن تسافر أوصوم المجرم بالقوله لا تاريخيا ولا نقلا لما هيو إشكال إن ما مشى سكوت جرا
نبي محمد بان الله سفرون لسه يومي جرية أو فتح مكة كدن بيضاد أركتان وحال القرآن كراهي وصفريه كالي سومان كي كلاوي سون نبي محمد أو رمضان قصوا بيقما الله بدا سون يوم بدر ويوم الفتح يوم الفتح فتح مكة وحاود به كان آخر الأمرين من أمره الإفطار مركب مسألوه مسألة سهلة وصال الله وضو المرأة يماها قال ابن عباس وحوري رضي الله تعالى عنه فصام رسول الله رسول كلاه بصومي باللوغه وافطر وون افوري فمن شاء انك دون صام في السفر ومن شاء انك دون افطر قلها قلها ترسل ابن عباس وحيد هذا الحديث كان توصي ابن عباس اوقبه ان رمضان لصومك سفر لحدي لكن كما عضوه فمن شاء صام في السفر ومن شاء افطر في السفر ولكن انك هذه المحوله وحنا كسور ربايه سفرك رمضان سفرك رمضان اللي علماء قبتها جرت السيده دبا لما صومي كرا سفر هذه رمضان بلدي دي وحي كلا من باب الاولى ولا دقه باكر مذاهب شنعه ومساله كجرو دي بدل لكن مسك الشال كوين كجرو كبر ان ربينا كبر اوتوماتيك رمضان وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم ابن مالك الأموي عن طاوس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرض كوسنة كانت أبو سعرين وحاوي إنك لي هذا مجاهد لمتابعي عبد الكريم ومتابعيني قال ابن عباس وحولي لا تعب هذا لا عينها عن بارين على من صام الروح السعودان يسفر كؤسهما ولا على من أفطر ننك السعودان يسفر كؤفرانا ها عيبيني محي إلي قد ثام رسول الله رسول كلاه بالصومي في السفر سعود الكصومي وأفطر وأنا أفوري سعود البنك وأفوري ده حديث صلى الله عليه وسلم هذا الصوم رينات حدثني محمد المثنى أبو موسى البصري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا جعفر الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي محمد الباقر ولدك الأورنجر آل بيت رسول الله عن جابن عبد الله الأنصاري شواهد بغضت قرية حديث ابن عباس أم خلال تكعي سيبه الشيخ الربائنه وحكت المامه عن جابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج نبي أبحي عام الفتح سنة كفرشة سديداد هجرة إلى مكة مكة أبحي في رمضان بالرمضان قده فصام النبي واصم هران توري سفرك حتى بلغ إلى أقاري كراع الغميم تقى غميم ليلة سنكس أقاري كراع أسل كيس وصنك وحي صمال ويقانا قوغ صورد قوانها سنقرار كيشا إميل قصور دماذا Somalia is some way of قوي هبل السنكيز ماشاء وكسو هيدي وكسو لما فور رصدو مرق كراع وا وحي أنه السنك عندي قوي السنكيز كراع غميم يكون وا وادي أما واتوك وحتى لذنبا حتى بلغ إلى قريب النبي قصوم يا كراع الغميم وماشي كديد الأورنج اللي ودنا وداعي كديد كل عصفان بكويا لأنه قبل لنا لسكيل عصفان أي كديد كيو غميم كويا لا وتولين ودوين يا مريم يا ميلا اسكاك دوي او كور لغيدا عثمان لغيدا فصام الناس ذكي با صومي ثم دعا مركو النبي افري بي ذكي النبي كوديدين وكوديدين وين راعين ثم دعا النبي وحو يري بقدح ويل من ماء بيا كان ابو يري فرفع كرب وقال سي لو اركو حتى نظر الناس الى ذكو ايغين اليه الى القدح ويل كي ايغين ثم شرب النبي به وعبي فقيه له بعد ذلك انت كدب حالو يري انت النبي افري كدب بيه اركه انه كو افري كدب وحا لو يري ان بعض الناس ذاتك بركوت صحابته كل سعه بركوت قد صام وصوم النبي الله فقال وحول اولئك العصاة اولئك العصاة في السنن صدح جرب النبي كعلي اولئك كو وحاوي العصاة كو عاسي امر كي عاسيوي امر رخصه الهي عاسيي ادلده ادلشدان بو حديثو كميد هي نمنك قبا لما سومي كرو سفر قده بالرمضان لما سومي كرو يكم يكم ديها كان انا ادن بي واحد دنبارا ما هيني لي نبي محمد ودنبو انتو سفري رمضان اكو صوب بيقمي حقنا صومي ما هيني لي وذا ده جمهور طيب وحيلي جمهور متاخرين مالو جدا جمهور السلف او مجيد جمهور متاخرين وحيليين وحاتو سايا سياقه سياقه او ما معي وحايمان دون تضد صومك ودوب نبوك الله اياه
أما حديثك السبب بوليه هاي سبب كسبة لغو قصرنا يا مرقة والقرن يا داسل وحوي أنا لفظك عام كا أنا لغو هي جونيالين لغونا قابنين سبب كيسي لكن سياقة سوى ومعقول سياقة ولوخ عموماتك فرق بين السياق والسبب العبرة عموم اللفظ لا خصوص سبب باطل به لكن سياق وحكتوسها هي مراد المتكلم روحي هاللي إخداب كان إسكالها أي ورد إسكالها هذا الكوح كوذي يوح أجيد سياق لو قرتها مرة بطن سياق مرك نسك عام كو خسيسي كرا وقيدي كرا ماشي السبب كان لو قال لو قيد عمل لو خص عموماتك فرق مرك ودخ هي سياق قرا انت ايو هي السبب كا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الداروردية عبد العزيز بن محمد الداروردي عن جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن طالب وهي جعفر الصادق إذن متابعنا وحوك أنا إنه كوش عبد العزيز إنه متابعين هيو وذات كوره عبد الوهاب ها وزاد عبد بهذا الإسناد سنة كذا صومرتين بحثك كتب جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري وزاد عبد العزيز وحوكرني وقدر أسوه وعلى عبد الوهاب وكرني فقيل له حلقي لي صوبناها إن الناس ضدك قد شق وحار لي عليهم الصيام صوم كما النبي الله لبي ضدك المسافرين تاي مجاهدين تاي وإنما ينظرون وحيفيرنا يسوق ينكرنا يا فيما فعلت وحط ميزان دورها يا فدعا النبي وحول عطضوية بقدح من ماء والبياء لوكي بعد العصر صلاة عصر كذب ولبا ما أنت نبو نبو صوصو منا ظهر لسودة عصر كبو أفري وأفرك بدويها يونبي قصونك بريء حدثنا أبو بكر نبي شبيت محمد المثنى والمشار جميعا عن محمد بن جعفر محمد جعفر غندر ويا هذا قال أبو بكر وحول حدثنا غندر أنت كلنا ما قي عودات كي شيئا ولقب كيس ما يسن شيئا ومحمد جعفر بيلادين ووين نسبيين ماشى أبو بكر نبي شبيت ويري غندر وشعبة أبحي الله شيئا ودي بجر سؤال بضم بكل بجر وقد قد جر صاحب بوش بوها صاحب الاعتراض غندر مركز شيخ سأبحي غندر كنا وقنجرك أي أسل كسل ليد هذا قنجر باطو وضب بضن طيب كوضة وإسك كل كولين قاع العنوة ما عايك ما وضع أرضي وآدو تعلاو عن شعب الحجاج عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد ابن زغارة الأنساري عن محمد ابن عم ابن الحسن ابن علي بن طالب عن جابر عبد الله الأنساري قال وحول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نبي صعد الكجري فرأى رجلا نمبو أركي قد اجتمع الناس عليه ذاتك اسكوه يمادون لغصو حومي ولدل دوبين يهيب النبي أركي وقد ظل عليه سوى لدلالمي هوس يهارم اللو السمي فقال نبي حول ما لهم حاهلي منك دل دوبين تهيد حقا نضو الدلالمي سنة هارك سيسي محاهلي قالوا حري رجل ويصائم صوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوم في السفر ليس البر وناقي يصم فلي إحسان يطاع معها أن تصوم إلى صومتان في السفر سفر قدها تصومتان ليس من البر أن تصوم في السفر نوين قاردونا دولان كان سفر كانوا أها سفر كي فتح مكة بعض العلماء المامين لكن صح مؤه ودولان كتبوك وي دولان كتبوك وي رواية ابن حبان بعضيسي صدح كون شنبقل كونتني صدح كفيرية دولان كتبوك با ينبغ أركنين صومن صون صناء أو لبكن وقب صدي ليس البر أن تصوموا في السفر البوري حدثنا عبيد الأمن معاذ صفر كصناء السنة لغيري ننكو دبيي كي فرض كهانا ننكي صومي أولئك العساد ورايك العساد با صومرتين ينوى إيمان دون تيدور سيدان كفا فاسا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبينا ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة مركة معاذ بن معاذ ومتابعين إياه وذاديه وريه وذاتك وريه محمد غندرها محمد جعفر عفوا عن محمد عبد الرحمن ابن سعد ابن زراة الأنساري قال وحولي وذاتك سمعت محمد بن عمرو بن حسن ابن علي بن طالب يحدث
حسن علي ولو أو يهوي يحدث أنه سمع جابن عبد الله الأنصاري يقول رأى رسول الله رسولك وحو أركي رجلا نمبو أركي فذكر وحوش وذلك دمين مطابع معاذة معاذ بن معاذة بمثله بمثل حديث غندر بوشيريو. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود الطيالسي أبو داود الطيالسي واسمه سليمان بن داود وقرنيسا وذلك هو لبضاء مطابعين يا أو معادي أها غندر. حدثنا شعبة بهذا الإسناد أبو كتبي أبو داود الطيالسي نحوه نحو حديث غندر وزاد وحمن قدر قال شعبة وحيري وكان يبلغني وحيسو قاري تشري شعبة أرانية عن يحيى بن كثير الطائي لسو قاري تشري أنه كان يزيد بن كدر تشري في هذا الحديث حديث كان مكورين أيه وفي هذا الإسناد سنة كان مكورين أيه أنه قال أن النبي يقول عليكم برخصة الله واللازمة وقبصدة إلهي الرخصة ديسية فضين تيسا الذي الله سو رخص لكم يدور رخصين أفرطان رمضان قده أما التي رخص لكم رخصتي التي نوى الرواية كقاركوت بعد نصب أولي التي قرية أنا الذي بأيدين التي عيدة يقرأ تمجر بس كل من الذي بأيدين ديغان التي بأيدين ديغان زوما سداسة رواية أبدأ ينصخه خارج صحيحين عليكم بالرخصة الله إله رخصي سقب صدى التي تاسو رخص لكم رأيدين رخصي وآه إن إله إذين رخصي إن أفرطان صفر كدحديث رواية النسائي أنكم مرين فاقبلوها عليكم بالرخصة الله الذي رخص لكم فاقبلوها أقبلوا أمر قاتا هسومنا إذنكم صفر رمضان قال وحول شعبه فلما سألته مركان ويدي شيخي محمد بن عبد الرحمن عن حديثك ويدي لم يحفظه موسى حفظه موسى قرانين لفظ قال لي قد تبين جري إنه شيخ جري يحن بكثير الطائي طيب مزي يحفن حجر بهوش وسكم عن رافي من قطان الفاس محل قوة ذا حقوق كهر دمين حافظكو تلخيص حور رجحي أركتين مزي فحباري أنه خلافي من قطان الفاسينة ملك الله أسوكونا كله فتايين ومزي تاقر سنة هذا محسوسته المهم وحو شيقي يا وداد كان لي هذا شعبة شعبة لبن بحثين كقاطة لبن بحثين كقاطة لبضا نمبا نول بوحالة إذا محمد عبد الرحمن وفير صدى هذا نول بوحالة إذا محمد ابن عبد الرحمن نمرك هو محمد عبد الرحمن ابن سعد ابن زراره الأنساري ننوى محمد عبد الرحمن ابن ثوبان لبضوا ولبا شيخ وشعبوا كوري حديثك لكن متك ابن ثوبان محمد عبد الرحمن الثوبان جابر طوس بحديثك وقا قاضنية لكن محمد عبد الرحمن ابن سعد بن الزرارة حديثك حقوصي مرة يا جابر بواسطة إيه محمد عم حسن عنه مطالب سيدا ورطو كلا قرطا صادرتت يا ابن كثير الطائي حديثك سون حكوري محمد عبد الرحمن بكوري حي لي شعبة سوح وكموري يا ابن كثير الطائي يحيى بن كثير بحديثك حكوري يا محمد عبد الرحمن أما ابن ثوبان هالنقضه سدو مزم مري أما حافن حجر هالنقضه أما هالنقض محمد عبد الرحمن ابن زرارة الأنصار هالنقض سدو حافظك الرجحي سدو نما النقضه حديث كي احنا كثير الطائي عن محمد عبد الرحمن عن جابر بحكود رجري لفظ كان ضمبي عليكم برخصة الله الذي رخص لكم فاقبلوها لكن أصور شعبة كمان ما قال هوش الشيخيس وهذا ما لقوا ما يقول الشيخ دبقوا ويدوري يعني كثير الطائبة كاورية سدا إيه سدا إبل إيه شيء مركان لقوا المي موسى شيخين بوري موسى حفظين وركما فانتي طيب بلاغة مركا يحن كثير الطائبة هذا مسلم وماشي وكو كان بلاغيات كاس وحاوس لي وما إسنادي النسائب إنكم مري في الكبرى وفي الصغرى عن علي بن مبارك الهناي عن يعني كثير الطائي عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن كمري طيب حدثنا هداب بن خالد لكن حديثكم السغيه عليكم برخصه الله الذي رخص لكم فاقبلوها احمد النسائب وريا بسند صحيح بكوريان وهول صون ايضا طبراني بزار نبا وريان
حدثنا هداب بن خالد هدبة بن خالد أبو خالد نوالي هذا هداب نوالي وذات كين برمت صمرته. قال حدثنا همام بن يحيى العودي حدثنا قداد بن دعامة السدوسي عن أبي النضرة منذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله رسول كلامه ولد ولي شواهد حديث من عباس وقصوا بالعبيب وذا لست عشرة مضت من رمضان لحية طبن أو يتكتر رمضان لحية طمك رمضان تكتيب النبي قال الله سفري أهل السير والمغازنة وحسوا وافقين طبن كرمضان طبن رمضان ما كيتكتي أي النبي قال سفري سيدنا من نقطي رمضان ورد ما نبي النبي ما كفرتي ولا باتمي أي فمنا من صام وحنا نجمد نجمد أها نصومي ومنا من أفطر إن أفرنا ونجمد أها فلم يعيب الصائم كيس من موسى عن بارين أما مرة لعينين على المفطر كيس كأفري والمفطر كي أفرنا موسى عيبين أما مرة لعين على الصائم. طيب حدثنا محمد بكر المقدم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن التيمي وسليمان سليمان بن طرخان التيمي ها وحدثنا محمد مثنى حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن حدثنا شعبه هذا متابعين يا التيمي قال وحول بن مسلم عفوا وقال المثنى حدثنا ابو عامر القيسي عبد الملك بن عمرو بكودا ابو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي حدثنا هشام يعني ابن ابي عبد الله الدستوائي وقال المثنى وحوك الوضي لي هشام نوض أرقتن هشام يشعبية تيمي صدح وذات بالهيسان وقال المثنى وشيخ صدر وحول مسلم شيخ يسي وشيوخ الجماعة ولبه حدثنا سالم بن نوح ابن أبي عطاء العطار حدثنا عمر يعني ابن عامر السلمي ابن عامر السلمي وشيخ ومن أفراده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن سعيد ابن أبي عروبة والننشانات كلهم جماعة شنطة عن قتادة بن دعامة السدوسي حين أوكيني شنطة وذات يوربا إنه كوعد إنه متابعين أيان وذات كهوري وكب الله بها همام ابن يحيى عن قتادة سمعنا سمري حديث أبي سعيد نكاس وكب الله بها همام ابن يحيى عن قتادة ومن أثبت الناس اللي قتريه في قتادة الغتري مركب وذا دشان وكاني سليمان طرخان التيمي شعبة نينك الأورنجري هشام بن أبي عبد الله الدستوائي إيو عمر بن عامر السلمي إيو سعيد بن أبي عروبة قدام بيه كلهم شنطاسي عن قتادة بهذا الإسناد بيكوري نحو حديث همام سمارت مسموس كوكوحراي حديث همام وكالي شنطو ضبا شيئين همام عن قتادة عن أبي النضر عن أبي سعيد بن آهادي غير هذا يا شيخ روى مركز رجع عن شنطه اسكو قبطي اوش ان متابعيين همام يوحو ربا فوارق اللفظه او دحيس انه كلا سوره واسكو قادر وانا كلا سعونا كلا مر وانا اسكو دري رجع وين بهوش اوده لكن هذا اسكو قد من يك الحج بعضه سيدي ان منك انت بل اسكو درسدين درا غاري لا قدومي يلي بل كو واشوره اسكو دري مركه وحوي لقمر دغيس نمان حافظ متقن اهين انه اسانيد مره جمعيه مره كلا صرفه لقمر دغيس بل ولو ضعيف هو واقدي ايدن اسحاق ايدن غير اصي شيء بل ان في حديث التيمي سليمان بن طرخان التيمي حديث سوحا كجرا يو عمر بن عامر السلمي كجرا يو هشام الدستوائي كجرا ل 18 خلد 18 مره تكتي رمضان بالنبي صفر بها كجرت وفي حديث سعيد بن عروبه حكجره في 12 طلبيته مركه تكت كان اوغو دو وفي حديث شعبه وحكجره ل 17 اما 19 او 19 سغاليته اما طلبيته نول بلفدي شيغي بغون مركه وصاري مركه و هو كلا ساره ده شنطه و كلا سعي شعبه غونبه و شيغي سعيد غونبه و شيغي صدحنا و اسكو قبط حدد الناس علي لجهد قال حدنا بشر يعني من فضل لاحق الرقاش عفوا عن أبي مسلم واسمه سعيد بن يزيد عن أبي النضرة أبي مسلم هذا وحمد طابعين إياه وذلك قتادها قتادة يوم طابعين إياه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا نسافر مع رسول الله رسول الله بأنه لا سفر جرى في رمضان كنا إيا كان أي أحاديث كتما هذا أيضا اللوجة مجرد الفعل والوقوع ولو مرة
مرنا كانت استمرارية هي استقرار كفائدين جتين نقطة كل بسيا قاد كجرنا إزاي وقاع وكل صاريس هذا مركا نبي محمد من رمضان لا سفر جري وحلقة وضع مرة أو مرتين أو مرتين كنا نسافر مع رسول الله رسول كلاهي بأنه لا سفر جري في رمضان فما يعاب لما عن بارين جرين على الصائم إنك صوم صوم وصوم سلوك مدلع عن جرين ولا على المفطر كأفرينا إفطار لغمر دلع عن جرين طيب ونك رخصة قاتنا وخير نك قادم وغير وخير بعد إذا مرك كان هنا معاني ذا نقطة إن متقيل عد بعض الله الله وقتك بحيمك مرة يشاع عند الحكام حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل إبراهيم عن الجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي النضرة جريري وهذا متابعين وذات كوريها قتادة يا أبي مسلمة عن أبي النضرة المنذر من مالك من قطعة العبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا نغزو مع رسول الله رسول الله لا دوري جري في رمضان رمضان قديه ذا بقر بيا دعوة بدر إيو فتح مكة فمنا وحنا جمدها الصائم من الصومي بعد قتل السنة ومنا وحنا جمدها المفطر من إسكاء فري فلا يجد الصائم مثل الصوم أمن عرون جرين يجد هنا من الموجدة لا من الوجدان لا من الوجدان فرق بعود حية وجدوا مرك وجدانية وجدوا حك جرة موجدة لا كيرو وامدك عرضه ويو يقونس يلقو قنصه فلا يجد ما عرون جرين أو ما قنصن جرين الصائم نك صوما على المفطر مدك أفرا مدك أفري ولا المفطر ولا يجد المفطر كأفرين أو مسن عرون جرين أو ما قنصن جرين على الصائم كي صومنا يرونا وهي أرك جرين صحابه أن من وجد قوة نك أود هلا يصوم كوسن دبنا أو فصام صوما فإن ذلك حسن ونكسية ويرون وحي كل أرك هايين أن من وجد ضعفا تبدر روح الدر ما سوق السفر الصون سومية أو فأفطر أفورا فإن ذلك حسن نكي سفر يصون سكو قبتا أما إنه صوم الدور يصوق مسافرة هدو أودي كرون وسن دريم أو صوم وحسن هدو سكا أفورنا وحسن ساسي أرك جرين وهذا الكي أبو سعيد هي الرواية سي قيمينتيس حدثنا وانا دليل درسان الجمهور المتاخرين بحديثكم كم دياي قليها الدين هاينا وحيليين رمضانكم عطوا هنا يسحبوا رمضان سيدا اركي جيرينكم عطيه وحلقها الله اياه مطلق الصوم في السفر مطلق الصوم في السفر رأيي انا ورأي اجتهادي اياته هي حديث الله يقول حسد بدلدل ايان هي قياس اصل كوينة قاعدة الكلية ان الغالبة في الصوم في السفر وحوي وجود الحرج والمشقة صبر ربما مشقاها صون يباهي قاعد تقول صدر إذا وحاوي صون كذا كبي كبي ونقول إذا درت ابن عمر رقم أولها هضو بالصفرة ويجي مسو من بالليدي ما أقلي وأبو صفري مركز وقد كريه صو مسافرة رشيم بدن تذكر بوسسي إسلام بات تلو أنو صوم مرة هذا من الراعي ما يصير بور نجاحك كبع سفرك عدك للراع ما قالي مسكر ريبي جري مدة كلام مركا أوس رمضان صن تدو السفرة مسلمين تقولوا سعد علابة كن قن هبل بصوم أنا سيء بصائم كحولي قا دلنا تأسق سيء مريض بعد نقوم بع لو أديك هاي ما شهرية بكب حينين بيدين ها ورنتين اسكادي بيهي وادي ورنتين بيهي اسكادي ياري غير كاد فيرم بيده هي اي عجب لغا ما واي مركه ما اسلم سر هي اوغ بدباد امتنا العلاب اوغ نكونين رخصه الهي قادو ادوارك دم خميس تي سنين تي مالمها بيدك كو سو مركه بشا عبيسا انا وا سو مرو كله موس انو اسكام مسلقات أرو معبي ما دي ملهي وحيل كل معبي دونايو شيكه انو ولا مسكدو سون كيني عبادة كيني إذن خاص كأمضها قبارننا هو شاء الله صعود حددنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد الهروي وحسين بن حريث أبو عمار الخزاعي كلهم عن مروان رقاسي وسكوق بتو شيوخ ديزا كلهم عن مروان مروان بن معاوية الفزاري ويهدي
قال سعيد أسوق وحولي سعيد وحولي لمرق سعيد بن عمرو مكورني أخبرنا مروان بن معاوية وده كلام مروان بإسكيد هذين عن عاصم يعني ابن سليمان الأحول قال سمعت أبا نضرة المنذر بن مالك هذا نسوم رأينا مركة وذكر عاصمة أيام متابعين رقي كوري أها أبي مسلمة إيوه جريري ينكي قتادة هاي كسو بلونيبا يحدث سوء كتب حديثك عن أبي سعيد الخدري وجمن عبد الله الأنساري قال لا بدأ سحب وحيد هذه سافرنا مع رسول الله رسول كما الله سفري فيصوم الصائم ويفطر المفطر وصوم جري ننك صوم يا ننك أفر وأفر جري فلا يعيب بعضهم على بعض بركض بركة كلي موسى إيدين تري من عيبين تري مركب ماشان رمضان لقوم الشيخين وصفر عادية هدي لك رمضان أوي هاي صفر قدام بينا بقوا عيبين نمانكي صومي وعن بارية الغورنية إنك صلى الله جمهور إليهن متاخرين توحلوج هذا كوا العيب وكوا صوم كل بي قرائن بين الدليشان يعني هو نمان ما عدا فريا ما حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة أبو خيثمة سؤال كان ضد عو أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة النسائي معها زهير بن حرب معه أخبرنا أبو خيثمة واسمه مروان معاوية الفزاري عفوا زهير معاوية الرباط زهير معاوية الفزاري نكرى زهير بن حرب أه زهير بن حرب زهير معاوية كليين عن حميد بن حميد الطويل البصري قال وحور تابعي قاس سئل أنس بن مالك بن لويدي عن صوم رمضان في السفر صوم رمضان في السفر رمضان إلا صوم السفر قده فقال وحور أنس سافرنا مع رسول الله رسول الله سافر في رمضان رمضان قده فلم يعب الصائم على المفطر موسى عيبين كي صومنا كي أفري والمفطر على الصائم كي صومنانا عفوا كي أفرانا موسى عيبين عن بارنا كي صومنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان بمقعد صلى الله عليه عن حميد بن حميد الطويل قال خرجت سفرا حميد بن حميد الطويل حوري خرجت سفرا سفر بنوب حيبو فصمت في السفر سفر كما نقول حصومي فقالوا لي دك إلى جو وحيد هذين أعد صونك سوعي صونك أصفر قصة وانطي ما أصحيني سوعي لي قال مركة وحولي حميد فقلت وحان إلي قليه إردنها يوحان كؤلي إن أنسا أخبرني أنس وحي إيش هاي معي الرواية هذا حميد مركة ورسوئي لأنس بطير رسوئي لكن رواية فويدة وحكمدة التصريح بالسماء أخبرني أو بالأخبار عفوا أخبرني وحيش أن أنس وحيش أن أصحاب رسول الله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون سفر جري وفلا يعيب الصائم كصوم موسى عن بارين جري على المفطر كأفرا ولا المفطر كأفرنا موسى عيبين جري على الصائم كصوما فلقيت وحنكم الله كل مهدان حميد أهاي ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة القرشي أيان لكل مي فأخبرني وفي إجتبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثله بمثل حديث أنس وهو موقوف حديث كان حديث عائشة كان أنس ضل قوشي غايب وهو موقوف مرفوع معها ورقن كي هي فلك الصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم.